أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية منها، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ منها تقريرا بعنوان الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي. وتقول الصحيفة إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها الزوجين فضلا عن تدخل أهالي الطرفين في مشاكلهم جميعها أسباب تقود إلى الطلاق بشكل مباشر في العراق، مشيرة إلى أن الزواج المبكر للأطفال يشكل العامل الأخطر بهذه الظاهرة وارتفاع معدلاتها. تقول الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان سارة جاسم خلال حديث للمدى إن ارتفاع معدلات الطلاق داخل المجتمع تعود لأسباب كثيرة، أولها العنف الأسري الذي أصبح ظاهرة متفاقمة ومخيفة بسبب عدم وجود قانون واضح يجرم حالات الاعتداء على النساء. وفي السياق تقول المحامية نوف الطائي في حديث للمدى إن ازدياد نسبة الزواج المبكر أسهمت بارتفاع معدلات الطلاق، فأغلب حالات الطلاق تكون لأفراد لم يتجاوز عمرهم السن القانوني للزواج. وبحسب مجلس القضاء الأعلى فإن المحاكم العراقية سجلت خلال شهر تشرين الأول الماضي 6934 حالة طلاق في عموم العراق، وهو ما يعني حصول 231 حالة طلاق يوميا وأكثر من 9 حالات في الساعة الواحدة. نشرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرا حول النزوح، العودة، تدهور البيئة، تغير المناخ في العراق ومدن كردستان العراق كذلك. تضمن إحصاءات حول أوضاع اللاجئين والنازحين المنظمة هذه، أوضحت أن النزوح طويل الأمد بات سمة الوضع بعد انتهاء الحرب مع داعش، حيث لا يزال هناك 1,170,000 مواطن نازح جميعهم تقريبا تركوا مناطقهم منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه من الضروري والأساسي جدا تحسين الحلول الدائمة لمشكلة النزوح في العراق عبر تحسين الظروف المعيشية التي تمكن النازحين من التحرك طوعا نحو العودة. سلطت المنظمة الدولية للهجرة الضوء على العوائل التي تواجه تهديد طردها من مناطقها، والتي يبلغ عددها 9,142 عائلة، 10 منها عوائل نازحة، و13% عادت إلى مناطقها، و77% هي العوائل التي لم تترك منازلها خلال الفترة بين أعوام 2014 و2017، و47% من العوائل في محافظة صلاح الدين التي تضم النسبة الأعلى. المنظمة عملت في 9 محافظات و39 قضاء وناحية في العراق وإقليم كردستان للفترة بين أيار وآب عام 2023، ومن بين 2170 من المناطق التي عملت فيها المنظمة 477 منها غير صالحة للعيش وسيئة جدا، تشكل نسبة 12% وتؤثر في حياة 600,480 شخصا، وتصنف 40% منها يعيش فيها 1,933,092 شخصا متوسطة الخطورة، في حين تصنف 48% منها يعيش فيها 2,312,040 شخصا منخفضة الخطورة ومناسبة للعيش. وتتصدر نينوى والمحافظات من حيث أكبر عدد من المناطق مرتفعة الخطورة، فيما تذيلت نينوى الترتيب بمنطقتين. نشر موقع أويل برايس الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن سيطرة روسيا على أكبر اكتشاف نفطي في العراق خلال العقدين الماضيين فقط، يقع في منطقة كركوك، و
ويمكن أن يعزز مكانة روسيا في صناعة النفط العالمية. وقال الموقع في تقريره إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حقل إريدو النفطي العراقي يزخر بنحو 7 إلى 10 مليارات برميل من الاحتياطيات. وأقلت مصادر رفيعة المستوى في صناعة النفط الروسية إن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر بنسبة 50% من الرقم الأعلى لهذا النطاق. وفي كلتا الحالتين يعد حقل إريدو وهو جزء رئيس من منطقة الاستكشاف والتطوير في منطقة المربع رقم 10 في العراق أكبر اكتشاف نفطي في العراق في الأعوام 20 الماضية، وتريد روسيا السيطرة عليه بالكامل إلى جانب حليفتها الجيوسياسية الرئيسة الصين. موافقة وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي بأن تبيع شركة إمبوكس، شركة النفط الرئيسية التابعة لليابان الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، حصتها البالغة 40% في منطقة المربع 10 التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، تترك الطريق مفتوحا أمام لوكويل للسيطرة الكاملة على المنطقة الغنية بالنفط. وذكر الموقع أن صفقات الاستكشاف والتطوير المتعددة للحقول بالإضافة إلى عدد لا يحصى من اتفاقيات التعاقد فقط الأقل أهمية مع الشركات الروسية والصينية تتيح للبلدين مجالاً واسعاً للاستفادة من هذه الاتفاقيات في وجود جيوسياسي أصعب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل نسيج بنيتها التحتية الرئيسية. وأوضح الموقع أن الجزء الرئيسي من كلا الصفقتين يكمن في أن الصين ترفض أولاً جميع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات التي ستطرح في العراق طوال مدة الصفقة، وأن يتم منحها خصماً بنسبة 30% على الأقل على جميع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات التي تشتريها. استعرض تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية رأي العرب الأمريكيين في إدارة بايدن وإمكانية عدم تصويتهم له في انتخابات الرئاسة القادمة. وقال الباحث أواخر 2024 والمعلق في الصحيفة شادي حميد إن العرب الأمريكيين لن يصوتوا للرئيس جو بايدن في انتخابات 2024 ولأسباب وجيهة. فقبل حرب غزة كان العرب والمسلمون معا في أمريكا يفقدون الثقة بالحزب الديمقراطي ولأسباب لا علاقة لها إطلاقا بالسياسة الخارجية، فأصبحوا وبشكل متزايد يشكون من التحول اليساري داخل الحزب من القضايا الاجتماعية والثقافية مثل تدريس الموضوعات المتعلقة بالمثليين في المدارس العامة والتي تحولت لنقطة نقاش ساخنة، وأصبحت هذه النقاشات صغيرة وعابرة اليوم. أشاروا لتعليقات بايدن حول الضحايا الفلسطينيين إن كانوا موتى في الحقيقة، وذلك عندما قال: ليس لدي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد الأشخاص الذين قتلوا، وأنا متأكد من أن أبرياء قتلوا وهذا هو ثمن شن حرب. ويرى حميد أن الفلسطينيين الذين جردوا من كرامتهم في هذه الحياة حرموا منها في الممات، وربما كان كلاما ولكنه عبر عن إحباط عمره عقود، وهو أن الساسة الأمريكيين ومن كل الأطراف غير مستعدين أو غير قادرين على ما يبدو للنظر للفلسطينيين على أنهم بشر. وتابع: وكما قال المسؤول السابق في إدارة باراك أوباما بارنيت روبن قبل فترة، أحياناً احترام الذات يتفوق على مصلحة الذات. وستكون إهانة التصويت لبايدن بعدما صفق ومول وسلح الأشخاص الذين ذبحوا 15,000 من إخوانهم العرب. ومن الجزيرة نت نقرأ مقالا بعنوان: كيف ستغير غزة قواعد اللعبة السياسية العالمية كلها؟ يقول الكاتب حسن أوريد: من تداعيات طوفان الأقصى على العالم العربي الشرخ الذي أحدثه بين القيادات والشعوب في البلدان التي غزة ترتبط بعلاقات كبيرة وصريحة مع إسرائيل هي حقيبة باندورا
كشف غطاؤها كما يقول الكاتب ويصفها، غطاؤها المستور كشف، ولذلك لن يتوقف نبض الشارع في كثير من بلدان العالم العربي حتى مع توقف العمليات العسكرية، ولا سوف تمتزج لدى الجماهير نصرتها القضية الفلسطينية وقضاياها الآنية. أما على الصعيد العالمي فقد برزت معالم توزيع جديد للأوراق لم تعد للولايات المتحدة المستفردة بملف الشرق الأوسط، واضطرت لأن تتصل بالصين غريمتها الاستراتيجية كي تضغط على إيران ليتوقف الحوثيون عن إرسال قذائفهم صوب إسرائيل وتوقيف السفن الإسرائيلية في باب المندب، وهو تحول لم يكن إطلاقا ليحدث من دون غزة، وهو ما من شأنه أن يعزز دور الصين في المنطقة. الثقافة السياسية التي كانت قائمة هي للتسوية، وقواعد اللعبة تقتضي الانغمار في السلم الأمريكي، والفاعلون هم من ارتضتهم الولايات المتحدة وباركتهم، ومن يستجيبون لملمح خاص يتسم بالبراغماتية والواقعية وأعطي وخذ. كل ذلك سوف يتغير لفائدة الالتزام والعودة لما يسميه الاقتصاديون بحقيقة الأسعار، أي ما يمثلون توجهاً حقيقياً. القولبة السياسية والثقافية والاقتصادية التي رعتها الولايات المتحدة أكثر من عقدين كانت سلبية، وآن الأوان للخروج من هذه البروفة التي وعدت بالرفاه والازدهار وآلت إلى الخراب والتمزق. كل شيء ممكن بعد الآن إن آمنت الجماهير بالتغيير وفق ثقافة سياسة جديدة، وإن هيأت له النخب الأسباب واستطاعت أن تقرأ التحولات الدولية وتوجهها كما يوجه الربان الريح لكي تكون مواتية لشراعه. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد متابعة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تتمسك أسرة فلسطينية مكونة من 6 أفراد بالبقاء في منزلها الكائن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، رغم تحوله إلى ركام بفعل القصف الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتواصل العائلة حياتها بصعوبة بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلها المكون من طابقين، حيث تسببت في إصابة الأب خالد ناجي 51 عاماً بجروح بليغة.
وعلى أنقاض المنزل المدمر تقوم زوجته سهام ناجي 48 عاماً بتقطيع حبات الطماطم والفلفل استعداداً لتحضير طعام الإفطار لعائلتها بمعاونة زوجها وطفلها الصغير. وعلى الرغم من ذلك تتمسك تلك العائلة وأفرادها بالبقاء في منزلهم حتى بعد دماره، حيث يعملون بتفان وإخلاص لتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمين لقمات العيش الكريم في ظل ما تعيشه من ظروف مأساوية بسبب الحرب. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. اللي ما بنسى أنا صراحة بالمجزرة تبع كيماوي زملكا بالشهر الثامن ب2013، هون كتير كان في عدد مصابين كبير لدرجة إنه المسعف كان يختار بين المصابين إنه يحس حاله مثل هو ملاك الموت، يعني إنه الشخص اللي رح يشتغل فيه ويأسعفه احتمال يعيش احتمال لا، بينما الأشخاص اللي ما لح يقدر يسعفون هدول قطعاً لح يموتوا. هلا بالنسبه للكيماوي انضرب اول شيء بنقطه بين دوما وعدرا، صراحه هي اول شيء، هذا الحكي باخر 2012، هي ما حكوا عليها بالاعلام كثير لانه كان ضربه خفيفه، انا كنت موجود فيها، يعني شفت اول مره شفت الحالات تبعت الاصابه بالكيماوي فيها. يعني بعد فتره انضرب الكيماوي تبع زملكا بالشهر الثامن 2013، واخر ضربه كانت بشيء اسمه ب 8/4/2018. يعني أنا بالنسبة إلي في عندي حلم دائما بيتكرر، إنه اللحظة اللي بينفتح فيها الباب تبع النقطة، ومثل ما قلت لك أنا شرحت لك عن النقطة اللي كنا عم نسعف فيها وشلون في إلى ساحة كبيرة، صراحة جابوا لنا يوميت المرضى بباص، يعني تخيل حجم العدد، يعني ما بس بسيارات الإسعاف، بباص معروف شلون صوت الزمور تبعه، فأنا شبهتها صراحة بيوم القيامة، يعني شلون هيك بصوت قوي وبعدين فجأة صار عندك عدد مصابين هائل بوقت واحد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.